السلام واضح، معكم زينب فاسيكي. انا رسامه، كنرسم القصص المصوره، وبالضبط يعني كنركز على الموضوع ديال على حقوق المراه، وبالضبط يعني حريه الجسد. كنت فريمون كنتعرض يعني للديسكريميناسيون في الاستاج في الجامعه، وداك الشيء حليا العينين على الباترياركا، على البوفوار ماسكولين اللي عندنا في المجتمعات ديالنا، ماشي غير في المغرب مي في مينا ريجن كامله. وبديت كنرسم غير باش نحس بالراحه، باش ننسى داك الشيء. حنايا حرات اننا نتحكموا في الجسد ديالنا، نديروا به اللي بغينا. لا سيكسواليتي ديالنا ما من حق حتى شي حد يتحكم فينا. كنشوفوا ليسباس بوبليك ما عندناش الحق حنايا كنساء نستخدموه بحال الرجال، يعني ماشي غير ليسباس بوبليك بل حتى في لي ريزو سوسيو كاين مضايقات. هادشي اللي كنديروا الناس ديما كيشوفوا على انه فتنه او دعاره او لا، انا كان عندي رساله ديال السلام، وهادشي عطاني كامل يعني البوفوار باش نصيب كتوبه بحال حشومه. وهذه هي الرساله، ونتمنى تقراوه وتفهموا شحال من حاجه.